بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. هذا النموذج آخر للتدريب الخاص بالفئات العمرية الشباب النخبة على أن تأخذ المسافات بنظر الاعتبار طبقا للمستوى العمري والخبرات. الخبرات عندما تقام بالفئات العمرية هي ترتبط ارتباط مباشر بنقطتين: طول الفترة الزمنية اللي يكون فيها اللاعب يسموه تريند مدرب، لأن أكو لاعبين يجون غير مدربين إلى فئة الناشئين، غير مدربين إلى فئة الشباب طبقا للأعمار، لكن اللاعبين يجون ينتقلون، أكو لاعبين ينتقلون من فئة إلى فئة إلى فئة، فمن ينتقلون إلى الفئة الثانية يكون هذا لاعب مدرب يسموه تريند بلاير. واللي ما يجي وهو ما مدرب، يعني تدريب رسمي وبنادي أو أكاديمية أو يسموه أن تريند بلاير. مهم أن تفرق بين تريند وأن تريند بلاير. هاي فعاليات تريند بلاير، يعني هاي اللي سميتها عن بلوك على بلوك على بلوك على بلوك على بلوك، حجر على حجر على حجر. فهذه الأشياء البسيطة اللي أضعها هي أشياء تقليدية لكن مهمة جدا جدا جدا. ليش؟ لأنها تتصف ببساطة التنظيم وبساطة الفهم وبساطة التنفيذ، لكن النتيجة مالتها جيدة في التطوير. لكن يعني هناك تكرار لما أقول فيما يعرف تطوير ما يعرف الفيزيكا وثم التكتيك. يعني عندي يعني هنا ولو دحرجة وعندي شوتين وعندي هرولة طويلة، فيكون تدريب جيد وتدريب بفائدة للتطوير. فيبدأ التمرين بالركض السريع من قبل الاثنين والثلاثة حول الشاخص البعيد أو العمود البعيد، ثم الدخول إلى الثلث الثالث استلام كرة، اثنين يستلم من 14 وثلاثة يستلم من 15، 15 وثلاثة رأسا بعد التسليم يذهبون خلف المجموعة المنفذة، يعني 13 خلف مجموعة 15 خلف مجموعة ثلاثة، وهنا 14 خلف مجموعة اثنين، يعني خلف مجموعة اللاعبين اللي سلموهم. زين، يستلم اثنين وثلاثة بالثلث الثالث، يدحرج باتجاه الشخص القريب على التماس، خط التماس، يلف من جانب الشخص بحركة قطع سريعة، ثم يصوب من داخل منطقة الثلث الأول، يرجع بالهرولة البسيطة خلف المجموعة المعاكسة، يعني انه اثنين بعد التصويب يرجع خلف مجموعة ثلاثة، وثلاثة بعد التصويب على هذا المعنى يرجع خلف مجموعة اثنين عشان يبدل مراكز الهدف. يكون من التمارين الجميلة جدا والمغرية. المسافات يعني انا وضعت هاي المسافة الاولى عند الاهداف منطقة، خليها 18 ياردة مو مشكلة. المسافة الوسطية خليها يعني يراد يعني 15 تغييرات، يعمل بسيط، تحرجة بسيطة سريعة. زين، والمسافة الثالثة 15. أما زيادة المسافات فتعتمد عليك أنت كمدرب وعلى أهدافك من الفعالية. أنا أهدافي من الفعالية هي فيزيكال تكنيكال، لذلك أقول لله نفذ كل شيء بسرعة إلا أن ترجع خلف إلى مجموعة الكرات، روح بالهرولة كل الفعالية بسرعة. يعني حتى اللاعب 15 و14 لما يمررون كرة الاثنين والثلاثة أريدهم ينطلقون سريع خلف المجموعة. فالأسهم البيضة الطويلة بعد التصويب اللي نسميها الرجوع خلف مجموعة الكرات تكون بالهرولة البسيطة، الراحة البسيطة، فيكون التدريب جيد ويكون هناك تدريب في مراكز اللاعبين ويكون هناك فوتبول. This is football. هذا كرة القدم. هاي تمارين تصويب ممتازة. تكرار بها يزيد. ليش؟ لأن وضعنا هدفين ومجموعتين. متغيرات، تعديلات، زيادة أو نقصان هي من واجب المدرب. هي من واجب المدرب الذكي. من
فاتت صعوبته عن طريق ماذا؟ عن طريق تعديل حركة أو تدخل لاعب ثالث أو تغيير مسارات واتجاهات الدحرجة والركض وما شابه ذلك من المتغيرات. بين قوسين فايريشن مهم. مدربين الشباب، المدربين العاملين مع النخبة، المدربين العاملين في عقول التطوير مع الفئات العمرية مهمين. ركز على تدريبات يكون فيها التنظيم والفهم والتطبيق بسيط لكي ينفذ اللاعب بيسر وسهولة، لأن النجاح في التنفيذ يكسب اللاعب ثقة عالية. هذه التمارين التي تحتوي على تحفيز كبير جدا. أنا دكتور موفق المولى، وذكر أنا الآن في سلسلتي هي كلها للمدربين الشباب أو العاملين مع المدربين مع الفئات العمرية أو الشباب. فهذه تمارين ممكن أن تقع للنخبة، لكن أنا يعني توجه الآن كله يعني لتطوير المراحل التطويرية وتطوير الناس اللي يشتغلون في تطوير اللاعبين وهم المدربين النخبة الشباب والفئات العمرية. فتوكل على الله وراقب هاي التمارين وطورها واسعد لاعبيك فيها. شكرا جزيلا. أنا موفق المولى، واليوم 29/11/2020.